بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذة زهراء خباز. في هذا التسجيل سنتعلم كتابة أول كود بلغة PHP وتشغيله في المتصفح بهذا الشكل، طبعا بالاستعانة بسيرفر زامب. للقيام بذلك عندي VS كود، أقوم بفتحه وسأغلق هذا الملف. VS Code عادة يفتح لك بواجهة تسمى Welcome Page. لو أغلقته وأعد فتحه بهذا الشكل، أين الواجهة؟ بهذا الشكل افتح هذه واجهة الـ Welcome. قبل البدء تذهب إلى قرص السي الذي موجود فيه زامب وتدخل لمجلد زامب، وعندي مجلد htdocs أنشئ فيه مجلد. أنا سميت المجلد ويب سايت، تستطيع تسميته الاسم الذي تريده. ثم في VS Code في مجلد ويب سايت أنقر على أيقونة الملف وأنشئ هذا الملف، سميته index.php. كيف تفتح ملف الويب سايت؟ ببساطة تنقر على Open Folder، وهنا لاحظوا المجلد هذا هو. أذهب إلى مساره وأختار Select Folder بهذا الشكل وأنشئ الملف، ثم أنتقل إلى زامب وأقوم بتشغيله. يكون بهذا الشكل هو. أضغط على Start ثم تضغط على ستارت. العلامة الخضراء تعني أن الأمور صحيحة. في VS Code ينصح بتثبيت بعض الإكستنشن، هي لايف سيرفر قمت بتثبيتها، وأيضا PHP Intelligence، وأيضا PHP سيرفر. هذه الإضافات ينصح بتثبيتها. عندي في ملف الإندكس، هو سميته index.php لأن ملف في صفحة الهوم بيج عادة يكون اسمها index. أكتب كود الـ PHP عادة يكون بين هاتين العلامتين قوس استفهام، ثم عندي قوس إغلاق استفهام، وهنا عندي كلمة PHP، وهذا الكود الذي سيشغل في المتصفح. في المتصفح أكتب localhost واسم المجلد، أنا اسم المجلد عندي ويب سايت، وأنقر على انتر فيتم تحميلها. لو غيرت الكتابة مثلا جعلتها بهذا الشكل زهراء خباز وضغط كنترول اس، تحتاج إلى ضغط كنترول اس، أو يمكن فايل سيف، ثم تنتقل إلى المتصفح وتشغل. لاحظوا تم التحديث، نلقاكم في التسجيل القادم.